ضروري ضروري غادي نحضر مع الناس ديال اسفي لانني انا في الاصل ولد مدينه ديال اسفي والشرف لي انني نحضر معكم. انا في حياتي مريت بلحظات صعيبه وصعيبه جدا، لكن اصعب لحظه اللي ما عمرني نساها وترخات في حياتي هي نهار ناضية المستاش. صوروا معايا الفني ناضية الليل لا حميل لا حيم، قلت او سكور لا حياة لمن تنادي، ولا طلع لي غير انت صباح الحال وما بنشوف اشنو وقع فوق الشفا العليا ديالي. صباح الحال مشيت للمرايا شفت قلت ليه هو ار يو. من ذاك النهار اعتكفت في الدار ما كان خرج ما كان درج باش يلا نستوعب هذه الظاهرة الشعرية الشاعرية المشعرة اللي وليت كنشعر بها. ما يمكنش. الرجال عندهم المستاج رمز الرجولة رمز الفحولة، انا المستاج ديالي شماتة ما يسوى ما يصلح. انا تغفلني ودير هدية هاي والله لبقات فيه والله يا والدي تنكرتك. فعلا مشيت بغيت نكرطو شافني الوالد قال لي السي سفيان وجد راسك هاد العام ان شاء الله راك غادي تصوم. قلت ليه ما يمكنش الوالد، واش حنا راه عندي ما صايمين ما جاتش بالمستاج، ولكن داك المستاج كان زوين كان شهب بحال الزعفران زغبط شهر طيب بيه. زادت واحد شويه ديال الوقت هما يخرجوا لي واحد جوج زغبات طوال وليت بحال سراق الزيت. ولاو البنات كيشوفوني في الزنقه كيعوضوا كيهربوا مبيد ديال الفتيات، ولكن هذوك الزغيبات وقتها حتى كانوا قاديين الغراض. كنت مثلا الا ما لقيت باش نقي سناني كنجر شي وحيده وكنفدي الغراض. كنت معروض لشي عرس كنفتنهم وكنربطهم كنمشي نديرو طاطيه. في هذاك العرس واحد المغني كان كيعزف على العود قطعت ليه الوطره درت طن دي بانيتو سوا العود غنى ديسباسيتو. انا دوك جوج زغبات عشت معاهم خلقت بيني وبينهم الحوار، هذه سميتها الخنساء وهذه سميتها دليفه. يلا بديت كنولفهم وبديت كنتعايش معاهم وهو يخلي الزغبعه وثاني، ولكن هاد المره ماشي ناض، هاد المره تفتح ناض بلا بلان بحال البناء العشوائي. صوروا معايا القادومة ناطية هنا عند التفاح، ما حد كنكبر وهي كدير في راسي. الدبانة ما كانش عندي دبانة أنا، ولكن عندي دبانة ديال بصح كطير. كل مرة نلقاها في الجيش، مرة في الحنك، مرة في الجبهة، واحد المرة لقيتها في خويا الصغير. اللي فاق أنا خرجوا لي جوج وريدوا والو. كنت هنا حسب كنسد الريبة. تحت بيطاني كانت الغابة الاستوائية المطيرة. من كثر الشعر اللي كان ليا في صدري الدراري ديال العائله صغار كلهم حرموا عليهم انهم يجي عندهم، حيت كنت كل ما نجي نعلم شي دري صغير كيبغوا الدر ليا في صدري كيتقبل كانوا فاكينا كامل الخصم. انا اصلا كنت كنتوضر فيه واحد النهار جيت له تفر رجلي وهي تخرج لي يدي رجلي عفوا الدبانه ديالهم وشي هذيك الزبانة طارت مشات ليه. ما علينا، أنا هاد الزغب أثر على النفسية ديالي، وليت كنتصنف النوال الزغبي من كثرة الشعر، وليت كنقول شعر وكنقول كناكل غير الشعير. تصوروا معايا لدرجة أنني إلا مشيت للحمام كنخسر غير فلوس، ثم إلا مشيت وحكيتو كيخرج الوسخ. أنا كنبرم الوسخ مع الزغب كتولي الراسطة، كنخرج من الحمام راسطة طارتو. ولكن واخا هكا هاد الزغب كانوا عندو منافع، كان مثلا الموسطاج كيلعب الدور ديال الفلتر، إلا مثلا شربت كافي كريم، الكافي كتمشي ولا كريم كتحصل في الموسطاج، كنت إلا شربت اللبن، اللبن كيدوز والزبدة كتحصل في الموسطاج، ولا هاد الزغب هذا راه شهرني، شفتو دوك الشركات ديال تركيا ديال النمو الشعبي، كانوا كيتخاطفوا عليا، كلهم باغيين يديروني في النوم، كانوا كيديروني في الإشهار. كيبينوا داك القرع قبله وكيبينوني انا بعد. ايوا دابا نتوما كيسحب لكم باللي انا لابس حوايج كحلين ياك؟ ما يمكنش، انا ساتراني الطبيعه. ميرسي.
يا اللعوم في كيف ابو كيفه الله 20 مليون اخويا هادي شنو 20 مليون تعرفني تعرفيني لا انا راه كنت واعد الشعب المغربي انني ومشات فيها الخدمه 20 مليون غادي نقسمها على 40 مليون نسمه واعدهم ولكن انا راه واعد الحر يدين واعد ونقبل لا دابا ملي غنقسم 20 مليون على 40 مليون غتجي كل واحد مصري هذا لاش هو غيشد مصري هذا غيقول لي غير الله يربح خبي عندي دابا الضحكة أنواع كاينة الضحكة الصفراء أييه غالبا هي اللي كديرها الدرية ملي كتبدل تصبد الدري كاينة 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 الضحكة اللي كاينة الضحكة اللي كديرها الدرية ملي كتضحك لي الدري كيدير كيتكب كاينة الضحكة ديال الغدر هي اللي كيديرها الوالد ديالك كيجي عندك يقول لك من جي عطيش هو اللي تعرف استاذ شاد معايا الضد هي قول لي ديك 3000 تاع السوايع ضيعتيني فيها دابا العام الجاي الوالد غنخدمو غيكون عام بخير تناوي العام الجاي هادي الضحكة تاع الغدر اييه قال لك هذا واحد القرزاز جاو عنده شي محسنين قالوا لي بغينا نبنو الصور ديال المقبرة قال لهم علاش هرب لكم شي ميت ما يصدقش حاجة زوينة 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 كتخيل شي ميت كفنو وهز كفنو وغادي كيجر واحد السيد كيمشي كل صباح عند واحد مول المحلابة عنده الخبز كيمشي عنده يوميا كيقول لي خويا عندك الخبز قاسح كيقول لي لا ما كاينش كيمشي في حالات النهار الاخر كيرجع عنده عاوتاني خويا عندك خبز قاسح كيقول لي لا ما كاينش داك مول المحلابة شافها ويقول الله تنشد الخبز ونقصحه ونشوف الخليني اش بغاه داك النهار هو يخلي لي واحد 16 خبزه قاسح هو يجي وقف عليه السيد قال لي السلام عليكم قال لي عليكم السلام قال لي عندك خبز قاسح قال لي اي وقال لي ما يتبعش لك وصدقتي علي دابا المراه عاد حاجه عندها هي ملي تكون تسيق وتدخل ناري كي كروات متفقين عليه عرفتي شنو راه بحال راه ما عرفتش وقع في الدار هادي واحد السيده كانت كتسيق جا راجل دخل ويا الضرب وطيح الدوده جاو البوليس القرباله كلشي مجموع جا الشاف اش كاين واحد السيده كانت كتسيق جا راجل دخل ضرب الدوده شديتوها لا اش كتسناو كنتسناو الدار تنشف ماشي خاف على راسه او المشكله هي ملي كتكون مسيقه الوالده ديالك للدار وكتبدا تدخل مثلا للدار وكتقول لي طوطه على صباعك كتحس براسك شفوار داخل كتغير حتى تقدر تحط قدمك تكلم لك اي حاجه في راسك تزيد ترى عندكم الخط دابا انا قلت لكم عندكم الخط منكم المحبين والفانس ديالكم مرحبا سير محمد يلا من عندك انت من عندك انت راني كنتفكر ما تقدوش قدام قلت انا باقي ما طاحش عليا والو كاين بزاف دير لنا شي سكيتش ولا شي امبروفيزاسيون ولا شي حاجه مرحبا دابا حنا عندنا مشكله في لومبيلونس ديما كتجي معطله ولكن علاش؟ حيت اللي كيعيط لها ما كيعرفش يهضر ديما كيعيط ومدعوق سمع والو الو وي سيدي شكون معايا والحمرا هذه وي سيدي شكون معنا معكم حامد هنا حامد سيدي راجل عايشه هنا عايشه سيدي انت شغلك في مرتي قول لنا سيدي شنو عندك جو راس حايبي مضروب فين بلاصه سيدي وحده الجامع هنا جامع اللي عندو باب مالو ما عرفتونيش هاكم ندوز لكم صحايبي الو 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 ويش كاين كاين الله راه حنا عرفنا كاين الله سيدي ليش معيطين لنا نتوما وجو راني مشتت وقلت لك فيه مضروب وفي رجلي زعما اين بلاصه حدا صبعي صغير ومي كدوي ومن فمي وفي جا جاف وجهي والحديثه الخليقه شتو الشانطي أيه؟ كان وسط واحد الخط ابيض أيه؟ انا راه فوق الخط الابيض واخويا الزين اعطينا آه. شي اماره باينه نجو ليها غتفوت الشانطي ها اش كاين غتلقى شجره هذيك رمان ولا شني لا هو برطال هذيك راه زيتونه وتعطينا شي اماره باينه نجو ليها صاحبي فوت الشجره اش كاين غتلقى شجره اش كاين شجره بآلة جولي حتى هي خويا ركز معايا عطيني شي اماره باينه باش تلاجينا نعرفوك في كاين فوت الشجره اش كاين غتلقى جوقه توستها لا دوك عقماره غفوتو خويا زي عاد اش غدير غنقطعو عليك خط فوزيت دون لا بواط فوكال فوزيت دون لا بواط فوكال وا فوق اش كاين تقدر دوز لينا مرت واس غنشوف اسمعي اش قالت الو فوزيت دون لا بواط فوكال ودوز راجلك من القوالب فوزيت دون لا بواط فوكال قالت لك ماشي البواط تبارك الله عليكم